يعطيكم العافية. نتعرف في الفيديو هذا على واحدة برضو من خصائص جديدة في الـ ES6 وهي الـ Spread Operator. إيش الـ Spread Operator؟ لو أنا في عندي array سميها let array 1 بتساوي، والarray هاي فيها أسماء، ونفترض مثلا أحمد، محمد ومحمود مثلا، array طولها 3 فيها 3 أسماء أحمد ومحمد ومحمود. لو قلنا console.log array 1 كيف حيطبع لنا إياها؟ هاي array من 3 عناصر، العنصر الأول الاندكس تبعه 0 في أحمد وهكذا، واللينك تبعها 3. طيب لو أنا إيش قلت له console.log 3 نقاط كده array 1، نفس عناصر الاراي هيهم احمد محمد، وهذا ايش مفروض محمود، خلينا نظبطها محمود، نفس عناصر الاراي لكن ما رجعهمش كاراي، رجعهم عناصر عاديه elements عاديه. يعني السبريد اوبريتور هذه اللي بتعمله انه هي بتاخد اراي اوكي او اوبجكت و تفرفته كده لست اوف ايتمز، لايتمز عاديه باختصار شديد. اوكي لانه واضح جدا لما انا قلت له طبعا السبريد اوبريتور هيهم الثلاث نقاط هذول، حولت الاراي 1 من اراي لايتمز عاديه، طبعت لي احمد محمد محمود ايتمز عاديه. طيب نيجي نقول مثلا console let array 2 بتساوي مثلا مي وعلا، ونفس الفكرة لو أنا قلت له console.log array 2 واتبع لي array 2 بspread operator. خلي كل array تحت spread تبعها زي كده، هاي الarray 1 أحمد محمد محمود أحمد محمد محمود، والarray 2 هيها مي علا، لكن لما قلت له مع spread operator طبع لي اياها items عادية. طيب لو انا جيت قلت له let array 3 بتساوي، ايش بدي اعمل؟ بدي اقول له هي عبارة عن array، الarray هذا array 1 array 2 console.log array 3، ايش هيعمل؟ هيطلع لي الاراي 3، هيعمل لي اراي، الاراي هاي هتاخد عناصر اراي 1 وعناصر اراي 2 هتحطهم في اراي، بتطبع لي اراي 3 هتطبعها اراي كامله، زي كاني عامله انا concatenation، كاني انا عامله concatenate اراي 1، يعني عامله اراي 1 دوت concat اراي 2، هاي لان جبت عناصر اراي 1 اوكي وشفت عناصر array 2 وحطيتهم في array 3. طيب لو قلت له طبع لي اياها كايش؟ مع spread operator احمد محمد محمود ما يعلى. اوكي يعني هنا خليها كده تمام. احنا يا جماعه لحد الان قاعدين بنتعلم بس البيزكس والسنتاكس الخاص بالـ ES6. طيب بقول لو كان عندك array كيف ممكن استفيد من هاي؟ هل احنا بنعرف مثلا لو بدي اجي اعمل، لو انا عندي array بدي اطلع مثلا max number او min number، بدي اعمل loop واللوب هاي تلف على عناصر الarray. لكن بقول لو انت عندك array مثلا اسمها nums اسمها numbers، والarray هاي مثلا فيها 10 و 60 num block مطفي، num block 60 و 10 مثلا و 99 و 50 اوكي، وجيت قلت له let مثلا max 1 بيساوي math dot functions الماث العاديه الميثودز بتاعت الماث، واقول له جيب لي ايش بالشكل هذا، جيب لي الماث، واقول له console.log max 1
هل حيطبع لي اشي؟ نعم. ليش؟ لانه هذه الري، انت كيف قاعد بتقول طلع لي من الري؟ لكن لو انا قلت له فرفط لي اياهم اوكي وتعامل معهم كارقام، هذا 99، لانه هو بتعامل معهم كارقام كايتيمز مش كاري. لو انا بتعامل معهم كاري بدي اعمل لوب والف على العناصر من اندكس 0 لغايه اخر اندكس وهكذا، تمام. ونفس الاشي ممكن اطلع المينيمم، هيجيب لي 10. هذه هي يا جماعه السبريد اوبريتر. يبقى السبريد اوبريتر بعطيها انا اوبجكت، او زي ما اعطيت الاري اعطيها اوبجكت، والاوبجكت هذا يعني تو اكسباند ات، هيك بتفرفضه زي ما قلنا لست اوف ايتيمز، وبقدر اتعامل مع الايتيمز هذه بشكل طبيعي كانها مش اري او كانها مش اوبجكت، هي بتصير فعليا ايتيمز بتعامل معها كل ايتم على حدا، يعني هيك بتفكفك الاري لايتيمز وبتعامل معها مباشره. لو انا كان عندي مثلا let array 4 نقول واسميها تيست، وممكن اعمل يعني اجي اقول let array 5 بتساوي، يعني بينفع اجي اقول له مثلا test 1 test 2 وبعدين اعمل لي concatenate مع array 1 وبعدين حط لي هذه كومة، بعدين حط لي array 2 بعدين حط لي final او last، نشوف واقول له console.log array 5 بنفع، يعني مش بس بالشكل هذا، بنفع احط نص ثابت test 1 test 2 احمد محمد محمود مي علا، حطهم كلهم حط last، شايفين؟ ولو انا عملتها كده حيفرفط لي اياهم لايتمز هذا هم. بتمنى يكون الموضوع واضح ويعطيكم الف عافيه. طبوا يا جماعة طبوا، أهم إشي طبوا عشان تستوعبوا الموضوع كويس.